إذا تحدثنا عن المؤتمر في مشهد يعد للأذهان ذكرى 15 يناير 2019 جمع وحج غير مسبوق، تقديري للأعداد الحاضرة تقرب ل7000 محامي. المؤتمر بشكل عام ناقش موضوع من أهم الموضوعات، والنقيب وضح اللبس السائر لدى المحامين. تم مناقشة تعديلات قانون المحاماة، ونتيجة لبعض المواد المضافة والمستحدثة كان يجب بحث آلية التنفيذ، وهذا ما حدث في المؤتمر الحالي. المؤتمر بشكل عام أقدر أوصفه الجلسة الافتتاحية تحديدا بفوق الممتازة. حج للمحامين غير مسبوق في تاريخ مؤتمرات العامة، زاد من جماله حضور النقباء العرب في خطوة جديدة مستحدثة لم تحدث من قبل. فجئنا النقيب كعادته الصامت الماكر، خرج علينا النقيب بمفاجآت للمحامين في مطلب طالما طلبنا به سنوات وسنوات، وهو أن يمتد المعاش لآخر مستفيد، معاش المحامي يستفيد منه أسرته لحد آخر مستفيد كاملة. وده كانت مفاجأة المؤتمر، وهذا ما أسعد المحامين وبحق. تحدث الأستاذ النقيب عن زيادة المعاش، ونأمل ونطمح في زيادة أكثر وأكثر. المؤتمر انعقد بمدينة الغردقة للمرة الثانية في انعقاده 17، وكانت بصراحة تنظيم للجلسة الافتتاحية فاق الحد، والتزام من جميع المحامين في رسالة بيوصلوها للناس اللي بتكتب على صفحات التواصل ان ده رحلة مش مؤتمر. وانا بقول لهم راجعوا قانون المحاماة عشان تعرفوا ان المؤتمر السنوي منصوص عليه في قانون المحاماة، وده الطبيعي ان يجتمع محامي مصر لمناقشة امورهم المهنية وخدماتهم النقابية تحت راية ورئاسة النقيب الجليل أستاذ سامي عاشور.